مكالمة جاية لي من الجزائر حالا، الدكتورة حبيبة محمدي. أهلا بيكي. مساء الخير أخي محمد. أهلا بيك يا دكتورة. مساء الخير أخي محمد. مساء الخير، أنا أسمعك، اتفضلي. أولا تحياتي ليك لحضرتك، وتحياتي لكل مشاهديك مشاهدين هذا البرنامج المحترم وقناة الفيسي المحترمة. أنا كنت بستمع ليك، ولكن يعني لحقتك في الآخر فقط وانت بتتحدث عن مقالتي. انا بشكرك على اللي انت كتبتي. العفو، بشكرك والله. معلش انا اسف، انا اسف اولا لمقاطعه ضيوفك، لمقاطعه هذا الحوار الجميل، لكن انتم تتحدثون عن الارض. نعم. ارض مصر الطيبه والزراعه والحصاد. نعم. مصر يا عزيزي ارض زرعت فينا المحبه. نعم. احتوتنا، احتوت حروفنا، احتوت مشاعرنا، احتوت اشواقنا، احتوت طموحاتنا، لها منا كل هذا الحصاد اللي هو المحبة، وذلك اضعف الايمان. احنا لما نكتب نكتب ما نشعر به، لانه مصر يعني نقولها لك بالبلدي، لحم كتافي من خيرها، ولحم افكاري وكل شهاداتي. انا اخذت ماجستير من مصر، ودكتوراه من جمهورية مصر، واول جزائرية تاخذ عضوية اتحاد كتاب مصر. لا احب ان اتحدث عن نفسي كثيرا، ولكن ما كتبته هو قطرات عطر محبة اردت ان ارشها على قلوبكم، وهذا اضعف الايمان. حابة نقول ايضا، وحابة نقول ايضا اخي محمد في هذا السياق، حبيت يعني عملت كل ما في وسعي، انت عارف الخطوط. نعم. والامطار. نعم. صعب جدا الخطوط، ولكن قلت لازم نتصل بيكم. انا الحياة بشكرك. اعيش اريد العفو، انا حابة نعيش معاكم مسائل عيد سيناء المباركة غدوة ان شاء الله، غدا ان شاء الله 25 ابريل، عيد استعادة سيناء الطيبة، ارض الذهب والفيروز. مش حابة نطول عليك. انا بشكرك، وخصوصا ان انت المقال بتاعك نفس الهوى ونفس العشق اللي كتبه الكاتب السعودي جميل فارسي، فانتوا تقريبا لا تعرفان بعضكم البعض، لكن في نفس اليوم كتبتما مقالا في عشق مصر. بشكرك. هو توارد محبة، هو توارد محبة، هو توارد عشق لهذه الأرض الطيبة التي احتوتنا ذات يوم وقلوبنا مع. أنا مستني لما تيجي إن شاء الله مصر نستضيفك يا دكتورة حبيبة. الوقت داهمني. أنا بشكرك كل الشكر. إن شاء الله. وسلام لكل الشعب الجزائري عندك. بشكرك يا فندم، بشكر بلد المليون شهيد. خير. تحياتي كل عام وانتم بألف خير. كل سنة وانت طيبة، بشكرك. سيادة النائب رائف تمراز، هو الحقيقة الحاج حسين يعني قال كذا نقطة، يعني قال لك انتوا